ينضم الينا عبر الهاتف مشاهدينا من غزه الصحفي الفلسطيني ايمن دلول. اهلا بكم سيد ايمن الى هذه الجوله الاخباريه. في اي اطار ترى انتقاد الاداره الامريكيه مجلس الامن بعقد جلسات لمناقشه القضيه الفلسطينيه؟ يعني واضح بان الاداره الامريكيه تعيش ازمه كبيره في ظل حديثها المتواصل منذ عده شهور عما يسمى بصفقه القرن وحالة الرفض الشعبي الفلسطيني والعربي لهذه الصفقة، يجعل الإدارة الأمريكية تعيش حالة من التوتر والارتباك في طرح الصفقة. كانت تتحدث، أطلقت أكثر من موعد لإطلاق هذه الصفقة، ثم كانت تؤجل الحديث عن هذه المواعيد حتى قامت بتجزئة هذه الصفقة، جعلتها تبدأ بالمحور الاقتصادي المتعلق بمؤتمر المنامة في البحرين. ربما هنالك فرق حقيقة ما بين الأحاديث الأمريكية فيما يتعلق بصفقة القرن وما يجري على أرض الميدان، بمعنى الإدارة الأمريكية واضح بأنها تريد إشغال الرأي العام بانتظار إعلان الصفقة وموعد تطبيقها وغيرها، لكن على الأرض وفي الميدان الإجراءات على الأرض وفي الميدان تؤكد بأن الإدارة الأمريكية نفذت العديد من صفقة القرن على الأرض وباتت كأمر واقع وشغلت الشارع العربي والإسلامي بانتظار الإعلان عن هذه الصفقة. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يقول إن منظمته نجحت في ثني البرازيل عن نقل سفارتها للقدس، كيف ترى جهود الجامعة العربية في الآونة الأخيرة؟ يعني الجامعة العربية صمتت دهرا ونطقت كفرا إن صح التعبير. ماذا قدمت الجامعة العربية تجاه إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الجولان المحتل أراضي صهيونية؟ ماذا فعلت الجامعة العربية تجاه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ ماذا فعلت الجامعة العربية تجاه القضايا العربية والإسلامية؟ هذه الإجراءات التي تقوم بها الجامعة العربية يعني في هذا الإطار المتعلق بالبرازيل، صحيح بأنه يعني قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها خطوة دعنا نقول بأنها متأخرة ومتأخرة للغاية، ولا تتوازى مع حجم ما يتم من تصفية القضية الفلسطينية والقضايا العربية. المطلوب من الجامعة العربية أكثر من ذلك كثيرا. مسألة التطبيع التي باتت بشكل علني الآن من قبل الأنظمة العربية، ماذا فعلت بشأنها الجامعة العربية؟ إنها تتفرج. هكذا يتحدث الجمهور العربي عن ذلك. هناك أنباء عن إمهال الاحتلال 100 عائلة بالقدس لمدة 21 يوما لهدم منازلهم ذاتيا، إلى أي مدى ترى أن تزايد هذه الإجراءات يأتي في إطار تصفية القضية بصفقة القرن؟ يعني واضح كذلك بأن عمليات الهدم تتوالى في القدس المحتلة وفي غيرها من المناطق، وهي بالمناسبة خطوات وإجراءات طبيعية في ظل مسألة يعني كما قلنا إشغال الرأي العام الآن منشغل في صفقة القرن، لكن ما يجري على الأرض وفي الميدان هي إجراءات لفرض الأمر الواقع بإزالة ما تبقى من آثار فلسطينية ومقدسية على الأرض تحويلها للكيان الصهيوني. والسؤال الأهم، ماذا تفعل الجامعة العربية وهي تتابع هذه العمليات المتوالية والمتضاعفة بشكل أسبوع من عمليات الهدم والتهويد في القدس المحتلة؟ ليست هذه العملية الأولى بالمناسبة، في الأسبوع الماضي كانت هنالك عملية تهجير وهدم لمئات العائلات المقدسية والفلسطينية في تلك المناطق، والمقدسي كان يصرخ أين الجامعة العربية وأين الأنظمة الإسلامية اللي تواجه إجراءات الاحتلال الصهيوني لكن دون مغيث. شكرا لك أستاذ أيمن دلول الصحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف.